بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بجميع الحضور الأخوة والأخوات، ويسعدنا في هذه الأمسية أن في البداية أن نرحب بضيفتنا الأستاذة زينة الشامي. زينة الشامي أستاذة في المدرسة الفرنسية في أبوظبي، ومدرسة لغة عربية حاصلة على بكالوريوس في الآداب واللغة العربية والحضارة العربية. هي عضو في بحر الثقافة في الحقيقة في أبوظبي، ومن هنا لأني عندي يعني تجربة أنصت لها أكثر من مرة في مناقشات، فأحببت أن نستفيد من خبرتها في مجال النقد عموما. يعني عندنا اليوم رواية الحرافيش، واحدة من أهم الأعمال الأدبية في الأدب العربي. نجيب محفوظ علم بارز ومعروف، رجل حظي بتقدير عالي، ولديه طبعا في تاريخه سجل حافل من الروايات والمجموعات القصصية والمسرحيات والنصوص السينمائية والكثير، حاز جائزة نوبل، ويعني يعتبر اليوم واحد من أشهر الأدباء العرب على الساحل في الساحل العربية. يعني طبعا الرجل توفي وتعرض لمحاولة اغتيال، وعاش معارك أدبية عموما في المجتمع العربي وفي مصر منذ أن نشر روايته الشهيرة أولاد حارتنا. قبل أن ندخل في تفاصيل الرواية وعوالم نجيب محفوظ، معي الأستاذ علي عبيد، عندك كلمة بتفضل فيها. تفضل أستاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اسمحوا لي في البداية فقط أن باسم مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم الجديد أن أرحب بكم، وأرحب الحقيقة يمكن أنا من المجلس السابق، أرحب بالزميلات والزملاء اللي انضموا إلى المجلس الجديد، هم طبعا الأستاذ بلال بدور وهو الغائب العائد حقيقة، انقطع فترة عن مجلس الإدارة وعاد، وهو تم اختياره رئيس لمجلس الإدارة الجديد. أرحب أيضا بالأخت مريم بن ثاني، ما أدري ما شوفها موجودة معنا، هي أيضا ليست بغريبة عن الندوة، هي عضو في مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي. أرحب أيضا بالأخت صالحة نصيب، الأخت صالحة أيضا ليست بغريبة عن الندوة، هي عضو مؤسس في لجنة نون الندوة. هذا المجلس الحقيقة نتمنى إن شاء الله أن يكون يواصل مسيرة المجالس السابقة ويكمل ما بدأه أو ما بدأنا منذ قيام الندوة وحتى الآن قبل 30 عام تقريبا. هذه الجلسة الحقيقة أيضا يسعدني أرحب فيها بزميلة عزيزة سوف تثري بالتأكيد يعني هذه الحوارات، هي الأستاذة زينة الشامي، سوف تضيف أيضا نكهة أخرى إلى هذه الحوارات حول الروايات التي نقرأها. أريد فقط الحقيقة نحن نتذكر أننا في الجلسة السابقة وعندما ناقشنا 100 عام من العزلة كانت هناك آراء أن يعني هناك بعض التحفظ على رواية الحرافيش باعتبار أن الوجبة السابقة كانت وجبة دسمة يمكن شوية عسرة الهضم، وتوقعنا أن تكون هذه الوجبة أيضا بنفس يعني من نفس المذاق، لكن أنا أمانة أنا قرأت الرواية طبعا من فترة طويلة، لكن عندما عدت قراءتها هذه المرة وجدت الحقيقة أن سهلة الهضم واستطعت يعني أن أنتهي منها في فترة قياسية يمكن من 3 إلى 4 أيام كنت قد أنهيت الرواية رغم أن يعني كثرة المشاغل. إذا قارنا بين الروايتين الحقيقة، وأتصور أن يمكن وجه المقارنة يعني شوي إلى حد ما يعني يجب أن لا نقارن يعني بين الروايتين، لأن هذه أجواء وهذه أجواء مختلفة. يمكن ما يجمع بين الروايتين هو كثرة الشخصيات الموجودة في
رواية الحرافيش، يعني أنا عددت منها يمكن ما يقارب 54 شخصية أو أكثر. يعني أيضا التعاقب الأجيال في رواية الحرافيش، بالتأكيد هناك الكثير من النقاط التي يمكن أن تقال حول الحرافيش. لا أريد الحقيقة أن أحرق أو يعني أذكر ملاحظاتي الآن حتى نفسح المجال لملاحظات كثيرة ربما لا تكون قد خطرت على بالي، أيضا حتى أفسح المجال للأستاذة زينة الشامي حتى تبدأ مداخلتها حول الرواية وبعد ذلك نواصل الحوار. تفضل أستاذ. شكرا جزيلا أستاذ علي. أنا في البداية حبيت أني أفسح المجال للأخت هالة عشان تكون مكاني، لكن ما أدري ليش يعني رفضت. مع ذلك ستدخل في نقاش أيضا مع الأستاذة زينة حول الرواية، والكل طبعا من لديه إضافة فيما يخص نجيب محفوظ. أستاذة زينة، في البداية كأي رواية عندما نقرأها دائما هناك سؤال يطرح، لماذا التركيز على الرواية تحديدا في القراءة؟ لماذا تقرؤون روايات؟ على فكرة في ناس ضد قراءة الرواية، ضد قراءة الرواية يعني يفضلون، واعتقد في بيننا هناك من لا يحب قراءة الرواية. لماذا نقرأ رواية يا أستاذة زينة قبل أن ندخل في نجيب محفوظ؟ بداية أرحب بالجميع، شكرا على هذه الدعوة الكريمة، مرحبا بكم جميعا، شكرا على قبولي بينكم. لماذا نقرأ رواية؟ فعلا يعني أنا أتصور أن نقرأ رواية لكي نعيش حيوات لم نعيشها، لكي نتعرف إلى ناس لم نعرفهم، وأيضا لكي نتذوق لغة لم نقلها أو لغة لم نسمعها شفاهة. بالنسبة إلي شخصيا وربما بالنسبة إلى كثير من القراء، الرواية هي باب نفتحه على عالم آخر، قد نحبه قد لا نحبه، ولكن هو عالم يخفي لنا الكثير من المفاجآت. قد نحب هذا العالم قد لا نحبه، تأتينا مشاعر مختلفة، وبالتالي الرواية بالنسبة إلي هي فرصة كي نعيش حياة أخرى. وما أسعد المرء حين يأخذ أكثر من عمر وحين يعيش أكثر من حياة. قالت الأستاذة زينة أننا نقرأ الرواية لنتحدث لغة أو نقرأ لغة أو ننصت إلى لغة أو نتعرف إلى لغة لم نسمعها سابقا، وربما ما يميز الحرافيش لغته لأنها ذات لغة ساحرة قلما تصادفنا في الرواية. هذا مدخل لنتعرف على بداية نجيب محفوظ. كيف تكون نجيب محفوظ كأديب، كشخص، كذات كاتبة، إلى أن بلغ هذا المبلغ نوبل و 35 أو 37 رواية وما عدد لا يحصى من النصوص السينمائية و 200 وشيء من القصص وإلى آخره؟ هذا النجيب محفوظ كيف أصبح نجيب محفوظ؟ هالة التي ستجيب عن هذا. هالة لأنها اهتمت بالموضوع بشكل كبير، فأتفضل رأيك. مساء الخير، أولا أهلا في زينة. نجيب محفوظ ولد في 11 ديسمبر 1911 في الجمالية، وانتقل بعد فترة للعباسية. أما كان في الجمالية كان طفل تولد بعد فترة طويلة، يعني كان عنده أخوان، وبعد أقل الأخ الأكبر منه كان أكبر منه بعشر سنين، فأخذ عناية من أهله. أمه كانت تخاف عليه وايد كم ما يطلع وما يدخل، فحسب شيء كان دائما في المنزل مع يصير مع والدته أو وياها بس، لين انتقلوا إلى العباسية، فتربى في هاي الحارة الجمالية، الحارة الصغيرة. كان أغلبية طلعاته مع والدته كانت الوالدة مغرمة بالذهاب إلى المتحف، فكانت تأخذه دائما إلى المتحف. طفل معزول عاش يعني. طفل معزول.
لين انتقل إلى العباسية وتغيرت حياته قليلا. أولا كان حياته بسيطة جدا، أبوه وأمه غير متعلمين، ولكن أبوه كان وايد يحب التعليم، فكان يكافئه على كل نجاحاته بهدية، فهو حب التعليم من وراء مكافأة والده له. لين تخرج من المدرسة وهو عنده شغف بالتعليم فقط عشان موضوع المكافآت. وبعدين عمل اشتغل بعد ما تخرج، كان دائما يقول ان في جانب ايجابي وجانب سلبي في العمل. الجانب الايجابي القصص اللي يسمعها دائما، ومن هذه القصص اللي شكلت له بعض القصص الموجوده في رواياته وقصصه. الجانب السلبي ان عدد الساعات اللي يداومها كانت تقريبا تاخذ منه 47 ساعه، فكان هذه الساعات في نظره مضيعه لوقت الكتابه. عسبتشي سوى جدول صارم جدا، هذا الجدول ان مجرد ما يرد من المنزل همه الوحيد انه يقرا، ما عدا يوم اللي يكتب ويقرا، ما عدا يوم الجمعه اللي هو يوم اصدقائه اللي بعد فتره سووا مجموعه سموها بعد الحرافيش. خلصتي هنا؟ طيب اظني استاذ ناصر عندي اضافه في هذا الاتجاه. ايوه اهلا بكم. ناصر عراق طبعا كلكم تعرفونه. جوهر يعني عبقرية نجيب محفوظ انه ابن ثورة 19. ثورة 19 قلبت الحياة في مصر رأسا على عقب. وهو هو شاف كان متأثر بسعد زغلول كثير جدا، وهو شاف من الشباك. هو ولد في حي الجمالية في ميدان بيت القاضي، اللي راح القاهرة وشاف بيت القاضي ميدان واسع، فهو شاف الثورة الشباب والانجليز بيضربوهم ويموتوهم من النافذة، شاف بعينه الكلام ده من المشربية كان يشوف. شاف الكلام ده، فهو ابن ثورة 19. ثورة 19 بعديها جاءت الأفكار الجديدة. طه حسين كتب في الشعر الجاهلي، اتعمل دستور لأول مرة في مصر سنة 23، مصر نالت استقلالها النسبي من الاحتلال الإنجليزي. جاءت أم كلثوم القاهرة، عبد الوهاب قابل شوقي، تطور الموسيقى، تطور الغناء، كل ده طلع منه نجيب محفوظ. زائد دراسته في الفلسفة، هو دخل أداب فلسفة، والفلسفة كما تعلمون يغني الشخصية جداً. هذه نقطة بالغة الأهمية في حياتك. هذه الخلفية اللي كونت، لأن أنت قلت كيف تكون نجيب محفوظ. نعم نعم بالضبط، نعم. ده خلفية مهمة جدا. هو كمان الجمالية هي حارة. لا، الجمالية منطقة مكونة من عدة حارات وأزقة. بس هو ولد في حارة يعني. ولد في مستشفى. لماذا؟ لأنه كانت ولادته متعسرة. نعم. واللي ولده أشهر طبيب ولادة أنذاك اسمه نجيب باشا محفوظ. مسيحي. فنجيب محفوظ الكاتب بتاعنا اسمه مركب. نجيب محفوظ. نعم. نجيب محفوظ عبد العزيز ابراهيم اسمه بالكامل هكذا. فدي يعني مهمه جدا نحط دور ثوره 19 ودراسته للفلسفه في تكوينه الادبي والفكري. شكرا يا استاذ. طيب نعود الان لضيفتنا. فقط التعليق على تكوينه، هو صحيح مال الى الفلسفه، رغم أن في ذلك الوقت لم يكن كثيرون يعني، وخاصة والده لم يكن يشجعه على أن يدخل فلسفة. فنجيب محفوظ كان متفوقا في دراسته، خاصة في الرياضيات والعلوم، وحلم والده كما حلم آباؤنا جميعا بأن يكون طبيبا، بأن يكون، إلا أنه مال إلى الفلسفة من خلال القراءات. تأثر كثيرا بما قرأ، قرأ للأدباء الروس، قرأ للفلاسفة الألمان، تأثر بهم كثيرا. ومن هنا قرر نجيب محفوظ أن يدرس الفلسفة، لأنه وجد فيها خطابا للعقل. ونجيب محفوظ طوال حياته آمن كما يقول عنها المعري إمامة العقل، وربما هذا ما صنع لنا نجيب محفوظ. فهو لم يكن يعني خالي الذهن من الفلسفة ومن تلك الرحلة التي تريد أن تبحث عن حقيقة ما، عن طريق ما، قد يكون مختلفا وقد يكون مضنيا، وهذا ما كان من نجيب محفوظ. فقط تعليق أيضا على ما ذكره الأستاذ، من أن ربما المقارنة بين العملين، بين العمل الذي نتناوله اليوم والعمل الذي تناولتموه سابقا وهو 100 عام من العزلة، ولكن كثير من الدارسين قد قارنوا فعلا بين هذين العملين، واعتبروا أن هذا العمل، أن هذين العملين ينتميان معا إلى ما يسمى بالواقعية السحرية. ربما البعض يجعل
يعني يجعل الأدب اللاتيني عموما ومركز خاصة هو أب الواقعية السحرية، ولكن أيضا نحن من حقنا أن نجعل لمحفوظ المكانة التي يستحق. وشخصيا لا أراه يقل قيمة عن مركز، يعني بل بالنسبة إلينا وكدراسة لوقعنا، ولأننا نقرأ النص بلغته الأصلية، فربما يصلنا نص نجيب محفوظ يعني حسب رأيي البسيط كقارئة، وصلني نص نجيب محفوظ بطريقة ربما أسلس وأقرب وأمتع، ربما لأن اللغة أصلية، ثم لأنه يشبهنا، لأن في الحارة وجها ما يشبهنا، وعينا ما رأت مثل عيننا، وصوتا ما قد سمعناه سابقا. فربما هذا ما جعل نجيب محفوظ يمكن إدراجه أيضا ضمن الواقعية السحرية، إن يعني آمنا بالتسمية، لأنه هو خلط الواقع بالخيال مع ذلك يعني مع ذلك التمازج الذي لا نشعر بغرابته، وهذا ما نجح فيه نجيب محفوظ، ومثل ما سنرى من خلال تدخلاتكم خاصة على مستوى اللغة، يعني أن يجمع بين التأمل وبين اللغة البسيطة، بين قارورة الماء وبين فكرة يعني فكرة فلسفية، فذلك ما كان قد أبدع فيه نجيب محفوظ. طيب معروف أن رواية الحرافيش هي الصورة الاجتماعية الأكثر قبولاً في المجتمع المصري لرواية سبقتها وواجهت الكثير من الاعتراض والثورة وتدخل المؤسسة الدينية في مصر، واللي قادها أعتقد محمد الغزالي إن ما كنت يعني مخطئة في التصدي لها، وهي رواية أولاد حارتنا. أولاد حارتنا لما نشرها نجيب محفوظ على حلقات في جريدة الأهرام، ويومها كان يرأس جريدة الأهرام حسنين هيكل وشجعها، وفعلا حظيت بقراءة، لكن أيضا حظيت بحشد شعبي من قبل المؤسسة الدينية الأزهر ومحمد الغزالي وغيره، أنها أولت أو قرأت على أنها تتحدث عن الذات الإلهية اللي هو كان يمثلها الجبلاوي الكبير، واللي قرأ منكم الأولاد حارتنا يعرف هذا الشيء، وأن أولادهم الأنبياء سيدنا عيسى وموسى وكذا وإلى آخره، والهجوم أسفر عن أن منعت بقية الحلقات، وإلى أن ظهرت لاحقا في بيروت أعتقد سنة 67 أو 69. عندك إضافة أستاذ ناصر؟ تفضل. نجيب محفوظ توقف عن الكتابة من سنة 52 ل 58 بعد ثورة يوليو، قال خلاص أنا كتبت أنتقد العهد الملكي والثورة جت فمش محتاج الكتاب. طبعا شاف الأحلام اللي كان نفسه تحقق لم تتحقق كاملة. في 59 كتب 58 أولاد حارتنا وخلصها في 59 وداها الهيكل ينشرها في الأهرام قبل أن كاملة. طبعا هو لا يكتب لا يعطي لهيكل النشر او لاي نشر الا لما يكتبها كاملة. الناس تظن العكس انه بيكتب، لا مش حلقة حلقة.